وسهلا فيكم مشاهدينا الاعزاء من اول وجديد في برنامجكم وبرنامجنا برنامج بيت الالوان. مني انا زميلتكم ملاك الطرايره اجمل تحياتي وزميلاتي منن العزاوي ورهف عطيه. طبعا هلا اكيد معي انا في الاستديو زميلتي منن. اول شيء في بدايه الحلقه دائما بحب اسالها كيفها وكيف احوالها. طبعا الحمد لله زينه يا ملاك، واتمنى جميع المشاهدين والجمهور اللي قاعدين يتابعونا يكونون زينين، واحييكم من جديد واتمنى لكم حلقه حلوه وجديده واكيد مفيده من حلقات برنامجكم وبرنامجنا بيت الالوان. طبعا كالعاده بالبدايه احب انوه واذكر مواقع السوشيال ميديا او مواقع التواصل اللي يتواصلون ويانا بها. اول شيء عندنا صفحه الانستغرام اللي هي m_r_m_family. هاي الصفحة على الجو؟ ايه هي مبينة على الشاشة، هاي تقدرون تتواصلون ويانا بيها، تبعثون رسائلكم على الدايركت حتى نقراها بالبرنامج. وعندنا صفحة الفيسبوك ايضا اللي هي صفحة برنامج بيت الالوان، هياتها ظاهرة امامكم على الشاشة، تهمينا تقدرون تبعثون آراءكم مقترحاتكم حتى نقرأها على البرنامج. طبعا منن انا بحب بس انوه على شغله بالنسبه لإلي انه الناس بتحب انها تتواصل معي، طبعا اكيد انا كمان بحب اتواصل معكم، بس بحب انوه على شغله انه انا ما لي صفحه خاصه على الفيسبوك او على الانستغرام، اذا بدكم تتواصلوا معي بتتواصلوا معي عن طريق صفحه برنامج بيت الالوان سواء كانت على الانستغرام او سواء كانت على الفيسبوك، فاكيد يعني انا بتشرف فيكم. صحيح، لانه انا ورهف عندنا صفحات على الفيسبوك وعلى الانستغرام، فدائما نتعرض لسؤال الجمهور اللي هي ليش انه ملاك ما عندها صفحات، واكو ناس يعني ينتحلون شخصياتك يا ملاك، فحبينا انه ننوه انه ملاك ما عندها صفحات. بدايه بس احب اشكر اللي يتفاعلون ويانا بالصفحات، اول شيء اسماء من تونس وطيبه الموسوي وبشيره مازن، وما ننسى حبيبتنا السومه احمد اللي هي مديره ومشرفه صفحاتنا. يلا نبلش بموضوع الحلقه. لهم تحيه، وكمان ما تنسوا تتصلوا معنا وتشاركونا بارائكم في حلقتنا لليوم على الارقام الظاهرة أسفل الشاشة. طيب نبلش في حلقتنا، في مواضيع حلقتنا لليوم. أول شيء خلينا نبلش في موضوع الحلقة وهو عن الصدقة. طبعا زي ما بنعرف دائما انه احنا لازم يكون عندنا هذا الشيء وازع بنفسنا، وهذا الشيء يكون من الفطرة انه احنا دائما لازم نتصدق على الناس والآخرين. صحيح، المسلم او المؤمن دائما يحب يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، والصدقة هي من احب الاعمال اللي ممكن انه يتقرب بها لله عز وجل. فاحنا نقول الصدقة هي مبلغ من المال نطلعه للمحتاج وللفقير حتى نكسب رضا الله سبحانه وتعالى ورسوله العظيم محمد عليه افضل الصلاة والتسليم. عليه الصلاة والسلام. بتعرفي منن انا بلاحظ بعض من الاطفال خاصة في فترات الاعياد سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى بجمعوا مبلغ من المال من عديتهم بحطوه بحصالة وبيتبرعوا فيه للفقراء والمحتاجين. طبعا أنا بوجه تحية كبيرة وبشكر جميع أطفالنا اللي بيتعاملوا في هاي الطريقة. طبعا تدرين والله أنا همينة عندي حصالة، أنا أحب أدخر الأموال وأجمع فلوسي حتى ورما أفتحها يعني تكون مبلغ كبير أقدر أشتري بيه وأسوي وألعب بيه. فأنا شنو حاطة؟ حاطة حصالتين، واحدة مكتوب عليها كتابات يعني فرقتهم ميزتهم فد علامة زين، ولما أحط مثلا خلينا نحكي بالعملة العراقية الألف، أدنى الألف اللي هو مثل الدينار، أوكي، فأحط نص منه ونص منه يعني أقسمهم للمحتاج وللفقير وهمينا إلي يعني أقسمهم بالنص. هاي الطريقة يعني من أبسط الطرق. بعدين يعني الصدقة برهان، هاي قالها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام. يعني شون برهان؟ يعني الواحد يبرهن إنه هو مؤمن، يبرهن إنه هو يحب يتقرب لله سبحانه وتعالى من خلال الصدقة. أكيد غير إنه تقرب لله سبحانه وتعالى كمان تقرب من الأشخاص. يعني أنا مثلا لما أجي أتصدق إلى محتاج أو لأشخاص مش قادرين انهم يدفعوا او ما معهم بعض من يعني المبالغ، انا بقدر اجي اتصدق لهم، انا هيك بتقرب لهم، بتقرب الى نفوسهم، فهذا شيء كثير حلو. يعني عدا انه تقرب لله سبحانه وتعالى يعني هو شيء عظيم جدا، انا بتقرب هيك للاشخاص وللناس. زين اسالك سؤال، انت هسه ليش طالعه على الشاشه مبتسمه؟ لان الابتسامه صدقه.
صحيح، التبسم في وجه أخيك صدقة. يعني إحنا هسه لما أنا قلت الابتسامة في وجه أخيك صدقة، هذا من معناته أنه أنا أعرف الصدقة مو ضروري تنحصر أو تكون بالمال. صحيح، فإحنا عندنا صدقة مثلا إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يعني أنا لما أشوف الطريق يعني وسخ أو أشياء رديئة أشيلها وأحطها بعيد عن الطريق حتى المارة ما يتعثرون بطريقهم، هذا يعتبر صدقة. مجرد أني أن أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت تردي لي السلام، هذا يعتبر صدقة. بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة. فأنت تخيلي، يعني دائما نقول الإسلام هو دين يسر وليس دين عسر، فنشوف يعني الطريقة اللي سهلنا بها رسولنا العظيم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله آمين. يعني عن جد إحنا بنقدر كثير نتقرب لله سبحانه وتعالى. في كثير من الاشخاص بيكونوا فقراء ولكن بتصدقوا، زي ما حكيتي إماطة الأذى عن الطريق صدقه، التبسم في وجه اخيك صدقه. يعني الصراحه في وقتنا الحالي بشوف اطفالنا الصغار مثلا بمر عن صديق وما ما بيبتسم في وجهه، حتى لو حكيت له مثلا ابتسم ما بيقبل او بيعند انه يبتسم. فممكن انه هذا الشيء يكون بسبب الاهل. يعني انت شو يعني هذا اكيد يرجع الاولياء الامور، يعني هم اللي لازم يزرعون بأطفالهم ويعلموهم. مثل ما قلت مثلا أنت إذا ابتسمت أول شيء تكسب محبة الله، ثاني شيء أنت تتصدق على الناس، ثالث شيء الناس يقومون يحبوك. بعدين الصدقة يعني تسوي روح ألفة وتعاون ومحبة بين الناس والأشخاص جميعا. يا جماعة مثل منن بتفوت على الاستديو، أول ما تفوت على الاستديو على طول يعني ابتسامة عريضة. يعني عن جد أنا بشكرك على هاي الابتسامة اللي دائما هيك بتلاقيني يعني. والله يعني لما أنت تشوفين احد مبتسم من نفسك يعني انت تحسين بالتفاؤل والفرح، عكس لما تشوفين واحد ضايج وزعلان من نفسك انت تزعلين وياه. بالضبط، هو راح ياثر على نفسيتك. اذا شفتي واحد معصب انت راح تعصبي مبدئيا زيه، راح تصير اصلا ما راح تقعدي معه يعني للاسف. اما اذا شفتي واحد يتبسم في وجهك واعطاك وجه يعني روح حلوه، روح حلوه بالضبط. صحيح، انا هيك راح اتقرب من هذا الشخص وراح احب اني انا اجلس معه واتكلم معه في مواضيع. طبعا هسه نشوف يعني فد شغله منتشره مجتمعنا واللي هي حتى من الصغار مثلا بالمدرسة تعرفين تصير حملات انه يجمعون فلوس حتى ينطوها للفقراء والمحتاجين. فيكونون يعني طلاب حطتهم المعلمة يلفون على صف صف وانه بصندوق تبرع يحطون الطلاب بهذا الصندوق حتى يودوه للفقراء. فنشوف بعض الطلاب لازم يعني احنا نعرف ان الصدقه هي لازم تكون بصفاء نيه وقربه لوجه الله تعالى. فنشوف بعض الطلاب يتبرعون بمبالغ كبيره امام زملائهم، يكون القصد منها التباهي انه اني والله عندي فلوس ودا اتبرع بفلوس هوايه. صح انه احنا حلو نتبرع بفلوس هوايه وحلو انه تكون سمعتنا حلوه ونكون دائما نتصدق على الناس، بس ما حلو احنا قصدنا عند الله سبحانه وتعالى التباهي. شوفي من دائما لازم النيه تكون لله سبحانه وتعالى. صحيح، في كل عمل احنا بنعمله. شوفي مش انت بتدرسي يعني كمان دراستك هاي صدقه ونيه لله سبحانه وتعالى. صحيح. طيب اعزائي المشاهدين احنا راح نكمل معكم موضوعنا، بس خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم، خليكم معنا. رجعنا لكم يا أحلى المتابعين والمشاهدين، والآن وصلنا للفقرة اللي الكل يحبها وينتظرها واللي هي فقرة حديث نبوي وحكمة. طبعا اليوم حديثنا أيضا يتعلق بموضوع الحلقة واللي هو الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدق رسولنا العظيم. احنا نركز بهذا الحديث على الصدقة الجارية، وهي عندنا أسئلة تنطرح أنه يعرفون الصدقة ولكن ما يعرفون شنو معنى الصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي الصدقة اللي تبقى، يعني إحنا صح الصدقة بالمال نطيها وندفع البلاء عن المحتاجين والفقراء وعن نفسنا، ولكن تزول وتنتهي. أما الصدقة الجارية فهي تظل مستمرة ودائمة إلى موت الإنسان. فمثلا يعني واحد يبني مسجد، الناس لما يقومون يصلون بالمسجد هذا يأخذ أجر سواء كان هو على قيد الحياة أو ميت. يعني نشوف مثلا ناس يتبرعون بكتب أو قرائين للمساجد وكل واحد يقرأ بها يأخذ أجر.
أو حتى من تنظيف المساجد. يعني أنا كثير بقابل أشخاص بنلاقيهم بيجتمعوا مع بعض، سواء كانوا شباب أو بنات، بيجتمعوا مع بعض وبيروحوا بينظفوا المساجد. فعن جد هاي تعتبر صدقة كمان. حتى واحد لما يزرع شجرة إنه الناس تظل بيها، أو يحط مصطبة اللي هي الكرسي زين والناس تقعد عليها، همين هاي ياخذ أجر. احكي لكم قصه كالعاده، لانه انتم دائما تطلبون مني انه فقره حديث ونبوي، احكي لكم قصه توضح معنى الحديث. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان اكو ولد اسمه كريم. هذا الولد كان جاي من المدرسه، رجع للبيت وطلب من امه انه تحضر له الغداء. حطت له امه الغداء على الطاوله، بدل ونزع هدومه وابتدى يتغدى. كان باب المكتبه اللي ابوه عنده، كان مكتبه كبيره يعني تحتوي على العديد من الكتب ويقرا بها دائما، شاف الباب مفتوحه. يعني هو مستغرب، دائما ابوه لما يقرا بالمكتبه يشوف الباب مسدوده ومو مفتوحه. فسال امه انه شنو سبب الباب مفتوحه، فقالت له يا ابني انه ابوك قاعد يلم مجموعه الكتب اللي قراها وخلصها حتى يوديهم للجامع. روح شوف ورا ما تخلص الغداء. راح كريم وشاف ابوه وهو قاعد يلم الكتب ويجمعها بكراتين وصناديق بطريقه منظمه ومرتبه. راح ساله بابا يعني انت شنو الداعي من انه انت تسوي هذا العمل؟ قال له يا ابني انا راح اوديهم للمسجد، والمسجد بمكتبه، فكل اللي يقرا منه راح ينتفع بالعلم، وهو ياخذ اول شيء انه العلم هو اصلا له اجر، وثاني شيء يجيني اني من اجر وثواب الي. فاني اذا متت هاي تعتبر عندي صدقه جاريه، يعني تظل مستمره وياي سواء كنت عايش او ميت او متوفي. خلينا نقول زين. راح كريم سوى، طلع للغرفه، فابوه تفاجئ انه يعني كريم ايش دا يسوي بالغرفه كل هاي المده؟ طول كريم. فراح لقاه هو همينه شايل علبه كرتونه كبيره بيها كتب، فقال له هاي ايش سويت يا كريم؟ قال له اني همينه جمعت لهم كل الكتب اللي خلصتها وقريتها، وراح اوديها وياك للمسجد حتى اني همينه اخذ الاجر والثواب. فبهاي القصه يا احبائي واصدقائي الصغار والكبار نشوف اهميه الصدقه الجاريه، ويعني الفضل والثواب اللي نحصل عليه من خلالها. اكيد اكيد. من ان شاء الله نشوف الفيديو. اكيد. يعني هسه احنا نكون وصلنا الختام فقره حديث نبوي لهذا اليوم، خلينا نشوف هذا الفيديو وراها نرجع لكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء، وهلا معنا فقرتنا الثالثه مع حبيبتنا رهوفه. خلينا نشوف فقره لغتنا الجميله وبنرجع لكم، خليكم معنا. لزميلاتي في الاستديو ملاك ومنن. أما الآن أصدقائي سوف نبدأ بالحديث عن حرفنا لليوم. حرفنا لليوم هو حرف الحاء. أصدقائي لنتعرف على حرف الحاء أكثر تابعوا معي. سوف أبدأ الآن بكتابة حرف الحاء في جميع مواضعه في الكلمة. في البداية سأكتبه عندما يكون على انفراد منفردا. ها هو شكل حرف الحاء. أما إذا كان حرف الحاء في البداية فيكتب بهذه الطريقة. أما إذا كان أصدقائي حرف الحاء في الوسط فيكتب بهذه الطريقة. أما إذا كان يا أصدقاء في النهاية فيكتب بهذه الطريقة. أرأيتم أصدقائي؟ سوف نرى الآن أصدقائي حرف الحاء في مواضعه الأربعة مع الحركات. سوف أكتبه ثلاث مرات. وفي النهاية سوف نبدأ الآن بوضع الحركات عليها. إن كانت الحاء منفردة يأتي الفتحة تأتي بهذه الطريقة، ولا تأتي الفتحة بعده
يعني على سبيل المثال، لا، عندما يكون حرف الحاء هكذا لا تأتي الفتحة هنا ولا حتى هنا، بل تأتي خلفها بقليل فوقها، ولكن أكثر إلى البداية وليس إلى النهاية. فمن الأخطاء الشائعة التي تكون يا أصدقاء كتابة حرف الحاء مع الفتحة بهذه الطريقة. هذه الحالة هي حالة خاطئة، أما الصحيحة هي كتابتها بهذه الطريقة. أرأيتم يا أصدقاء؟ سوف نبدأ الآن بتحريك باقي الحروف. بالفتحة تكون هنا، وفي هذه الحالة تكون هنا، وفي النهاية تكون هنا. أما في الضمة فنفس خصائص الفتحة. وأما بالكسرة أصدقائي لاحظوا، تأتي بهذه الطريقة. أرأيتم يا أصدقاء؟ سوف أريكم الآن أصدقائي بعض الكلمات والمصطلحات التي تحتوي على حرف الحاء. حمار، حارس، حامد، وحلا، ومحلول. سوف نبدأ أصدقائي بالشرح عن حرف الحاء في هذه المواضع. في كلمة حمار أتى الحاء في البداية وكتب بهذه الطريقة، أما التحريك المناسب لها فهو الكسرة فتكتب بهذه الطريقة. في كلمة حارس فكما رأيتم تأتي الحاء في البداية ساكنة، حارس، لا نقول، لا نحركها مثل حمار واضحة التحريك، ولك حلا فهي هنا أيضا واضحة التحريك، بل بكلمة حارس لا نحركها، تبقى ساكنة، والسكون إن وضعناها أو لم نضعها فهو نفس الحالة في شتى الحالتين، في كلتا الحالتين وهنا كتبت بهذه الطريقة. أما كلمة حامد فكما رأيتم أيضا أصدقائي نفس الشيء. في كلمة حلا أصدقائي كانت في البداية وكتبت بنفس الطريقة، وفي كلمة محلول أتت في الوسط وكان ما قبلها هو أحد حروف الاتصال ولذلك اتصلت به. مثلا أصدقائي سوف أريكم إذا كان ما قبل الحاء إن كانت في وسط الكلمة وكان ما قبلها أحد أحرف الانفصال. سوف نرى جميعا أصدقائي كيف تكتب. ككلمة أحمد، أرأيتم أصدقائي حرف الألف هو حرف انفصال، وحرف الحاء هو حرف اتصال، ولكن حرف الحاء بهذه الطريقة ما قبله هو حرف انفصال، ولذلك يكتب منفردا بهذه الطريقة كأنه في بداية الكلمة. أما الآن أصدقائي سوف أريكم بعض الجمل التي تحتوي كلمات تحتوي حرف الحاء. في البداية سوف تكون هذه الجملة جملة فعلية، ومن ثم سوف نكتب جملة اسمية. أود أن أخبركم معنى كلمة فعلية واسمية. جملة فعلية هي التي تبدأ بفعل وفاعل ومفعول به، أما الجملة الاسمية فهي التي تبدأ بمبتدأ وخبر المبتدأ. رأيتم أصدقائي على سبيل المثال سوف أريكم الآن حين تكون فعلية، درس حامد، درس حامد. هذه الجملة لا نستطيع أن نتكلم عنها أنها هي جملة تامة، بالعكس، درس حامد، نقول ماذا درس حامد؟ هل درس الرياضيات أم العلوم أم اللغة العربية أم التربية الإسلامية؟ ولذلك هي جملة غير تامة، ولذلك لو بقيت هكذا درس، طبعا درس هو فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، إن حركناها درس
حامد أصدقائي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو تنوين الضم، فهو يأخذ نفس إعراب الضمة، إن كان هناك تنوين فيأخذ نفس الحركة الواحدة. هذه جملة هي جملة فعلية. أما إن أتينا إلى الجملة الإسمية فهي تكتب بهذه الطريقة: حامد ومحمود صديقان. إن أتينا لنرى كلمة حامد ومحمود صديقان، هل كلمة حامد هي فعل أمر أو فعل مضارع أو فعل ماضي؟ لا، هي ليست فعل. الفعل هو شيء قمنا به أو نؤمر أن نقوم به أو نقوم به الآن، ولذلك كلمة حامد هي اسم، ولذلك هذه الجملة هي جملة فعلية. وإذا كلمة حامد هي مبتدأ مرفوع. أرأيتم أصدقائي؟ هذا الفرق بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية. سأريكم في النهاية أصدقائي حرف الحاء مع التنوين. طبعاً أصدقائي تعلمنا فيما سبق أن حرف الحاء في بعض الحالات عندما يكون في النهاية، وإن أردنا أن نضيف له التنوين نضيف له حرف الألف بهذه الطريقة، يكون الحاء في البداية في النهاية عفواً، ونحن نضيف له لتصبح بهذه الطريقة. أرأيتم؟ إن أضفناها للتنوين لا نضع التنوين هنا، فهذا الشيء هو خاطئ. نضع التنوين بهذه الطريقة. أرأيتم أصدقاء؟ هذه الطريقة الصحيحة لوضع التنوين. إن كان هناك همزة فيكتب بهذه الطريقة. أرأيتم أصدقائي؟ طبعاً أصدقائي إن أتينا لنرى حرف الحاء فهو يا أصدقاء، لنرى ألف با تا ثا جيم، والحاء هو سادس حروف الهجاء يا أصدقاء. وحرف الحاء أصدقائي له فوائد عديدة، ولا ننسى أن أصوات الحيوانات فيها يكون حرف الحاء، كعلى سبيل المثال فحيح الأفعى. تعلمنا أصدقائي أن الحاء هو سادس حروف الهجاء، وفي هذه الحلقة سوف نودع هذا الحرف، وسوف بإذن الله نعود الآن إلى زميلاتي في الاستوديو ملاك ومينان. ولكن قبل أن نعود إلى الاستوديو سوف نرى معا هذا الفيديو، ومن ثم عودة إلى الاستوديو الرئيسي مع ملاك ومينان. ورجعنا لكم مشاهدين الأعزاء من بعد هذا الفيديو، وتعرفنا على ضيفنا لليوم من خلال هذا الفيديو. طبعا ضيفنا لليوم من الأصوات الجدا رائعة، رح أتعرف على الضيف وأعرفكم عليه، بس حابة أنوهكم على شغلة أنه تتصلوا معنا في حلقة اليوم لحتى تشاركونا في موضوع حلقتنا، ونستقبل آرائكم أكيد لحتى أنتم تستفيدوا منا وإحنا نستفيد منكم. خلينا صار وقت أنه نتعرف على الضيف. ضيفنا لليوم هو معتصم جميل. كيف حالك معتصم؟ الحمد لله، شكرا على الخطاب. لا طبعا بدايه نرحب بمعتصم جميل ونورتنا بالاستديو. شكرا نوركم. طبعا شكرا لك يا معتصم. معتصم بدايه خلينا نعرف بطاقه تعريفيه من هو معتصم. معتصم جميل فنان صاعد. نعم. يعني حاب الناس انه تسمع، وان شاء الله يعني انا بتمنى كمان من المشاهدين يشوفوني ويدعموني يعني كمان، لأنه أنا بحاجتهم كثير. نعم. كثير، وإن شاء الله أني أعجبهم بالفقرات اللي أنا بختارها طبعاً اللي كأغاني أو شيء. أكيد. والحمد لله طبعاً في أشياء يعني كثير راح أسويها بإذن الله. معتصم أنت شلون تتواصل ويا الناس؟ يعني عندك صفحات على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا نعم عندي على الـ على ذكر المشاهدين بيهم؟ على اليوتيوب، وعندي على الفيسبوك معتصم جميل، في بيج وفي عادي طبعا. بتمنى كل المشاهدين يبعثوا لي طبعا، لانه انا كثير يعني بحاجتهم لدرجه انه لا توصف، لان فعلا لان انا في بعد اسبوعين ان شاء الله اغاني راح تنزل.
وأنا بحاجتهم عشان هيك يعني فعلا. طيب معتصم، يعني أنا سمعت أنه أنت عشت في العراق، فأحكي لنا عن التجربة وال... والله بصراحة أنا موليد العراق، فأنا طلعت من العراق وأنا صغير، يعني بتذكر أنه في بس كان حرب. نعم. فبعد الحرب ما بعرف، حسيت حالي يعني فعلا صارت الحرب وصار كذا ورحنا، واضطريت اني يعني ارجع للاردن وكذا و... ولكن في بعض من الحزن اكيد، يعني انه على المفارقه، انه فارقت يعني. طبعا شيء اكيد يعني يعني عفوا، في الواحد مواليد هناك وحياته هناك، كان لي صاحب كمان بتذكره ايام الروضه وهيك، يعني رحمه الله عليه توفى، بتذكره يعني جد يعني صدف، يعني حتى لو كان البني ادم صغير يعني في يعني يعني اشياء بمخه ما مستحيل انه ينساها، كانه كبير عايش. اكيد شايفه. طيب خلينا ناخذ هذا الاتصال. مها كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك مها؟ شلونك؟ منيحه الحمد لله، انت شلونك؟ والله الحمد لله زينه بسماعاتك، والله استعجلتك كثير حبيبتي، الله يسعدك واحنا اكثر. مها؟ نعم. شو رايك في موضوع حلقتنا لليوم؟ صراحه والله ما عندي كهرباء، وظلت مستني يعني ظلت انتظر الساعه 4 حتى الان، مو اجت، فخلي اتصل على حب البرنامج. فهمت عليكي. طيب مها، احنا موضوع حلقتنا اليوم عن الصدقه، فاحكي لنا عن تجربتك مع الصدقه، بتتصدقي يعني؟ وكمان زي ما بنعرف ان الصدقه مش مجرد فقط مال، الصدقه بتكون عباره عن صدقه معنويه. مها طبعا صديقة البرنامج، مها موضوعنا اليوم عن الصدقة، تحبين تشاركينا به؟ احنا وياك نسمعك يا مها. انقطع الاتصال للأسف. نرجع لضيفنا معتصم، كنت تحكي لنا عن ذكرياتك بالعراق وانت مواليد العراق. زين تعرف تحكي عراقي؟ اي اعرف. زين خلص يعني تكمل الحلقه ويانا عراقي حتى اشوف شلون تقدر تحكي عراقي. اي تدللين. ان شاء الله. زين معتصم، يعني ورا ما صارت الحرب بالعراق تحن لايام العراق، يعني ما تحب تهدي اغنيه تعبر بها بالجديد يعني عن حزنك للعراق؟ ان شاء الله اني يعني لقدام اكو يعني ألبوم إن شاء الله هذا راح أنزله، راح يحكي بي عن الأردن وعن العراق طبعا، يعني الواحد لازم هيك لازم إنه ينوع وعلى مود يعني الناس هم تعرفنا، وإحنا نحب يعني جميع الوطن العربي كامل، وأنا بشكرهم لدعمهم هم يعني أكيد. ممنون لهم. طيب معتصم، احكي لنا مين بكتب لك الكلمات؟ يعني انت ولا في كاتب بيكتب كلمات اللي انت بتغنيها؟ بصراحه اكو واحد اغنيتي الاولى كاظم جدوع كلمات وانا الالحان، اكو بعدها موال الام، هذا طبعا بسام التركي، طبعا اشكره شكر خاص، اكيد نوجه له شكر طبعا. وغير هيك اكو بعد بعض ناس قالوا لي طبعا انت شلون تلحن وما تعزف؟ هسه اكو صحيح انه يعني لازم نعزف، اي فنان ناشئ لازم يعزف يعرف اله موسيقيه هيك، بس مو يعني اكو اغاني انشهرت وطلعت بس مو كل شيء يعني عفوا اله موسيقيه، اكو قلب، اكو قلب يحس بالكلام، يحس صحيح. باللحن، يحس بال يعني احنا نعرف انه الواحد لازم يسلطن هو طبعا شاكي مع الاغاني، احنا كمستمعين لا للأغاني. طبعا شاكي يعني طبعاً. انت شنو احساسك يعني لما انت تغني عن الام، تحس بالام يعني، اشرح لنا شعورك وانت قاعد تغني هذا الام. اول ما صورتها فيديو كليب طبعا طبعا صارت خربطه، عمر طويل هم اللي عمل التصوير، قعدنا تقريبا بخمس ساعات احتمال يعني خمس ساعات ست ساعات من العصر للواحد بالليل اشتغلنا بيه. طبعا هذا كل الشغل راح، ابصر شنو صار بالكاميرا وهيك ونحذف كل شيء، وهم رجعنا ثاني مره اشتغلنا بيها يعني شيء، بس الحمد لله هذا اشتغلناه يعني ثبتت انه بصمتي الحمد لله انه 100%، وان شاء الله طبعا يعجب المشاهدين. طيب ما تصمت تحب تسمعنا شيء هيك يعني طبعًا. صراحه انا حابه اسمع واكيد مشاهدينا حابين يسمعوا شيء.
طبعا طبعا شيء اكيد. امان يا يما امان يا يما غالية امي علي نفس هي انت من الله هدية 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 انت مدرسة الحنان انت مملكة الامان انت جواك الجنان اش ما قسى فيك الزمان صابر الوالدة الوفية ربي خليك إلي أمي يا نور المكان حضن الحب والأمان تحت أقدامك جنان 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 ربي خليكي ربي خليكي إلي الوالدة الحلوة الوفية. شكرا لك. الله عن جد يعني إشي رائع وصوت أروع ما شاء يعني الله. أنا صار عندي فضول شنو هي علاقتك بأمك يا معتصم؟ يعني إحنا نوجه تحياتنا لكل أمهات الوطن العربي ونهديهم هاي الأغنية من الصوت الجميل معتصم. طبعا أغنية كلش حبيتها أنا وصوتك ما شاء الله عليك يعني مبين لك مستقبل تبدأ به إن شاء الله. إن شاء الله طبعا. احكي لنا شو علاقتك في أمك؟ يعني كيف العلاقة هيك؟ يعني العلاقة طبعا هي مش علاقة، هي حياة. صحيح. يعني صحيح انه احنا مرات بنضايقها وهيك، بس بحب احكي لها اني انا بحبها كثير. يعني اكيد وهي هلا تكون عم تسمعك ان شاء الله. ان شاء الله انها عم تكون عم تسمعك لحتى يعني تشوف الحكي. ويانا اتصال؟ يلا. الو مرحبا، منو ويانا؟ اهلا اسراء، شلونك؟ إسراء أنت ويانا برنامج بيت الألوان. إسراء. إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الحمد الله. الحمد لله. أنت شلونكم؟ إن شاء الله طيبين. أنا البرنامج الطيب الحلو. الحمد لله بخير. حبيبتي أنت بوجودك. شلونكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله بخير. نعم. شو رأيك بموضوع حلقتنا لليوم؟ إسراء وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التلفون لحتى تقدر تسمعينا. تريد أغنية؟ إذا عندها أغنية على العراق معتصم. أوكي يا إسراء، تأمرين أمر، مثل ما أقول دائما طلباتكم أوامر. نشكرك إسراء على اتصالك. معتصم يعني جمهور هي بلش يتصل عن جد يعني بعد ما سمع صوتك، حابين إنه تنشد لهم إشي عن العراق، ما بعرف إذا محضر أو لا. طبعا محضر بجوز موال. نعم. بس يعني عملت انه احتياطات انه كموال لام، فبعرفش اذا بتحبوا غني لكم يعني موال لام. اكيد تفضل. طبعا بعد طبعا اكيد تفضل. نعم. يا يسالوني شي جاك شي بيك حيران، يسألوني شي جاك اشي بيك حيران، حتى بضحكتك مرسوم الأحزان. سبب كل حزني هذا، سبب كل حزني هذا، عندي بستان جنة على الأرض فاكهة وغصان، مقام الأنبياء وضرحة أهل البيت، لكن للأسف لكن للأسف ما من سنة ارتاحت، لكن للأسف ما من سنة ارتاحت، من حرب الحرب كل يوم طوفان، صار النفط دم والنهرات شان.
شكرا. الله. طبعا شوي لانه صوتي تعبان ف مين شو صوتك تعبان؟ فضوعتكم يعني شيء راح سامحونا طبعا. لا يعني عن جد بتعرف دائما المنشد العراقي او المغني العراقي حتى في اغانيه اللي بتكون فرح فيها بعض من الحزن يعني طبعاً. دائما انا بسمع في النبره الحزينه في كل صوت عراقي عن جد صحيح يعني. طبعا هاي احنا بنسمع ناس بيحكوا بالعراقي طبعا لاحظت الكلمات نعم طبعا بالعراقي يقولون عنا او كاي فنان عراقي ما يحتاج تدريب صحيح هو نفسه صوته هيك اكو مقامات في اوتار موسيقيه يعني طبعا شيء اكيد طيب احكي لنا يعني انت تعلمت الموسيقى كدراسه ولا هوايه بالنسبه لك والله النوتات الموسيقيه يعني انت تعلمتها هي ك يعني اخذتها حب صرت اغني يعني اتعرف على شباب صرت صاروا يحكوا لي غني وكذا وكذا وبلشت الحمد لله طبعا ما اخذتها دراسه تدربت فاجا طبعا بوجه له تحيه طبعا ابن خالي محمد كمال والشباب طبعا ساعدوني كمان نعم. قال لي لازم تتدرب ولازم كذا ولازم قلت له طبعا شيء اكيد فرحت اخذت معاهد وهاي بس طبعا بعد ما خلصت المعاهد لازم انه يعني بيضلوا يمارس فيها الواحد فشيء اكيد الحمد لله طلعنا اغاني وطلعنا كذا والناس بلشوا زين يتعرفوا ويعرفوا نعم. 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 جميل زين يا معتصم احنا للاسف يعني نشاهد ونشوف بعض الناس يعني يتركون الدراسه وياخذوها مهنه الغناء ياخذوها مهنه هل انت من هذول الناس هسه من هذول الناس يعني نعم. في بعض كمان اصدقائي لي اهله يعني في اصوات منهم يعني حرام تضيع نعم فاهلهم يوقفوهم فيقول لا ادرسوا طب نعم. اوكي هسه احنا يعني يعني الواحد لما يقعد بالفن وهيك لازم الواحد انه يتدرب ولازم نعم. لانه مستحيل انه يوقف انه بين دراسه وبين هاي يعني صعب لازم يوثق بينات صعب 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 لازم يميز يضل بشيء معين يا اما تختار الفن يا اما تختار بس الدراسه حلوه بس معتصم يعني احنا بنشاهد كثير من الاشخاص يعني حتى الاطفال الصراحه بدرسوا في هذا المجال سواء كان التمثيل او النشيد او يعني الغناء فبنلاحظ انه بيكونوا بدرسوا يعني ينسقون باوقات او تقديم البرامج مثلا نعم. يعني زي انا هسه في بعض ناس هذول اللي حكيتي عنهم طبعا اذا كان وضعهم المادي نعم. تعبان او هاي فصعب انه يطلع صعب اذا يعني الله حبه في هاي الشغله وقال له يعني خلص لازم تطلع فهمتي كيف يعني هي بتيجي زي انه نصيب اذا نعم. اذا اذا وضعه او وضع بيت او وضع اهله اذا كان تعبان او شيء فصعب جدا صعب نعم. اما اذا كان يعني انا من نفسي تركت الدراسه تركتها من الصف التاسع واضطريت اني اشتغل نعم يعني الوضع والحمد لله حسيت بموهبتي مثلا وبتدرب يعني شيء شوي 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 نعم. شوي يعني بس انت بنفس الوقت انا عرفت انه انت يعني تحاول تثقف روحك تعوض عن السنوات الدراسيه اللي راحت عنك قراءه لانه اذا ما نجحت بالمدرسه لازم انجح يعني بالحياه الاخرى وبالحياه الاجتماعيه اكيد يعني شوف انه مرات يعني الوضع المادي اثر على الشخص ولكن جميل منك انك ما يأست يا معتصم وحبيت انه تكمل بهذا المجال وهمينا بنفس الوقت يعني خلينا نعتبرها دراسه منزليه خلينا نقول تعرفي من يعني احنا نعم. ممكن ما نحط انه الوضع المادي سبب من الاسباب هلا هو شوفي سبب ولكن ما نحط السبب الرئيسي ممكن للاسباب ممكن انه لان اكو ناس حتى عن قناعه يعني بالضبط تكون انه هوايه عنده وحابب انه ينميها هسه عفوا هسه انا لما حكيت انه نعم. ك فلوس او شيء لا نعم انا ما حكيت شيء فهمت. بس انه المقصد انه الوضع نعم انت كيف افتهمت عليك الوضع يعني هو اللي بعدين هو اللي بنجح بالضبط اكيد يعني زي ما بنلاحظ في كثير من الشباب او حتى البنات يعني اصوات جدا خرافيه واصوات كثير حلوه ولكن ما في حدا مكتشف موهبتهم يعني بنلاقيهم حتى اصواتهم احلى من الاصوات اللي بتظهر على الشاشات صحيح. ولكن صحيح. ما في اكتشاف للموهبه ما في دعم ما في. للموهبه نعم. اذا من هو اللي دعم واكتشف موهبة معتصم؟ حاليا انا حكيت لك
بشكر يعني كمان شكر خاص محمد. طبعا انه في بعض كمان اقاربي طبعا ساعدوني وقالوا لي لا وتعبوا معي. صحيح. ولازم يعني في شغله لازم احكيها هاي. نعم. لدرجه انه ادور انا على الناس اعطيهم هدايا. نعم. مشان يحبوني. يا الله اقسم بالله. وغير هيك طبعا هدايا هم هدايا انا ما اعتصم ابشر من عيوني. فدرجه ان انا يعني استحي. نعم. وهم يعني يطلعوا يوزعوا كذا عشان ايش؟ انهم يجيبوا لي مثلا ناس لايكات وهيك على طريق الفيسبوك. فالحمد لله تعرفت طبعا على اصدقائي في العراق. بوجه لهم كمان شكر وحب يعني ما بعرف لهم يعني انا بصراحه من كثر يعني ما بحبهم ما بعرف كيف اشكرهم. بوجه كمان حب واحترام سراج الامير. نعم. وعباس الامير وضياء السفير والشباب اللي هناك طبعا. بوجه لهم شكر وحب. نعم. واي واحد ساعدني طبعا بوجه له شكر يعني. احنا بنوجه تحيه لكل واحد ساعدك طبعا. وبنحكي للناس انه اكيد لازم يدعموك ولازم يسمع صوتك لانه انت من الاصوات اللي عن جد لازم انه ان شاء الله توصل للعالميه وتوصل لطموحك. نختم وياك معتصم بمقطع قصير يعني او موال، مو ضروري يكون من تاليفك او يعني انت مغني. عن ايش بدك؟ عن العراق بدك اياه ممكن. والله ما انا مجهز بس مو عارف. زين اي شيء حافظه يعني مو ضروري ما قلت لك يعني. لا مو انا اللي مسوي انه يعني عن كفنانين كبار مثلا حافظ الكاظم الساهر وغيرهم. والله بصراحه مش محضر بصراحه يعني للاسف. زين مو مشكله يعني. زين كلمه اخيره منك معتصم. نعم. كلمة أخيرة أنا بحب طبعا أشكركم أنتو على تعبكم وبشكر الشباب. طبعا كمان بحكي للناس اللي بتابعوني انا فعلا بحاجتهم انهم يتابعوني على الفيسبوك. صحيح. يكتبوا معتصم جميل بالعربي وان شاء الله بيطلع لكم يا بيج يا اما طبعا اضافه صديق صفحتي. نعم. هذول التنتين الي الصفحات الرسميه وانا فعلا يعني كمان اسبوعين راح ينزل الي عمل ان شاء الله والي اعمال طبعا على اليوتيوب وان شاء الله راح لقدام ان شاء الله طبعا الي البوم كمان مجهزه. صحيح. وان شاء الله طبعا هذا بعتبر اني من حبي للجميع الوطن العربي. ان شاء الله يعني معتصم للاسف لضيق الوقت احنا اوشكت حلقتنا على الانتهاء. عن جد بشكرك انك قبلت دعوتنا شهيره لليوم. اكيد من طبعا بشكرك انك لبيت دعوتنا لليوم. يعني بحكي للعالم وللناس اللي عم بيشاهدونا وللجماهير اللي عم بيشوفونا انه دائما يدعموا معتصم لانه معتصم من الاصوات. او خلينا نقول يدعموا المشاريع الصغيره والمواهب الصغيرة حتى يكبروها وينجحون بالمستقبل يعني إن شاء الله. لأنه يعني أنا أحكي لك إشي دائما. نعم. الفنان بلا جمهور صراحة ما ولا إشي. نعم. فإن شاء الله يعني الله يوفقك يا معتصم وبشكرك كمان مرة. من كلمتك الأخيرة بسرعة. أوكي. إنه مثل ما تعرفون أنا أحبكم خيرات الله وأشوفكم الخميس الجاي إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين لاقونا إن شاء الله في الخميس القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.